السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ولسه مكملين مع زراعة الطماطم المكشوف داخل البيت المحمي. طبعا العقبة الوحيدة في الموضوع إنها محدودة النمو، هتيجي عند وقت معين وهتقف، مش هيكون فيها قمة نامية زي دي. بس احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا بننتخب او بنختار اي راس يكون فيها قمة نامية زي دي وبنبدأ نلفها ونقلم دي او نقص دي وهكذا. لكن بعض الشجر ما بيكونش فيه قمة نامية، وهنا ان الطماطم بتاعتنا محدودة النمو هتيجي عند عمر معين وهتتوقف وهيفضل عندك البيت فاضي. تمام كده؟ لو انت عاملها مع طماطم محمية اصلا، هنا هيكون عندك خلل ان الخطين دول او الخط ونص دول هيتقلع، ودول لسه ما تقلعوش، وبالتالي هيكون عندك خطين فاضيين. لكن لو البيت كله طماطم محمية هتطلع طماطم بالجودة دي. شايفين شكل الحبة عاملة ازاي؟ ما تفرقهاش عن الطماطم المحمية. وكمية الانتاج زي ما انت شايف اهو، الكلسترات فوق بعضها بالظبط، مفيش مسافات ما بين الكلستر والكلستر اهو. شايفين ادي واحد هنا اهو والتاني فوق اهو. اولا الصنف ده حبايه مدوره، ما هياش البيضاويه، تمام، ما هياش البلحيه زي ما احنا بنقول، وبالتالي ما تفرقهاش عن الطماطم المحميه. لكن الفرق الوحيد او المشكله الوحيده انها محدوده النمو. ادي برج او كلستر، 2 3 4، الخامس هنا اهو، 5 كلسترات في مسافة متر تقريبا او 1.20 متر. بعد كده دي وصلت السلك ودي لسه ما وصلتش السلك. طبعا احنا عندنا هنا نقص عنصر الحديد وعالجناه بالتسميد وعالجناه بالرش، لكن لسه النتائج بتاعتنا ما ظهرتش، عشان بس الناس ما تسيبش اصل الفيديو وتخش في المشكلة اللي عندنا. تمام كده؟ فالمشكلة الوحيدة اللي هتواجهك لو انت زرعت صنف مكشوف مع صنف محمي، ان المكان اللي هيكون فيه المكشوف هيفضى قبل المكان اللي فيه المحمي، وبالتالي هيكون عندك خط او نص بيت بس منتج، وانت مكلف مراوح. لو انت بيوت مكيفة مكلف مراوح وخلايا تبريد وكهرباء، لكن لو انت بيوت عادية ما عندكش مشكلة لو عندك نص البيت فاضي ونص مليان. لكن هي المشكلة كلها في كمية الانتاج. انا عامل بيوت عشان عايز انتج من البيوت، مش عايز البيوت تكون عندي فاضية. لكن كشكل حبة انت هنا رفهت على الثمار بتاعتك او رفهت على الشجر بتاعك، بدل ما هو مكشوف بره في عرضة للعوامل الجوية القاسية، وبالتالي ممكن تلاقي الحباية فيها تشوه او خربشة من الغبار او من الحركة او من الرش. انما هنا الصنف اهو سليم، مفيش فيه ولا اي مشكلة خالص. شكل الحبة اهو، المسافة ما بين الكلستر والكلستر اهو اقل من شبر، والمسافة بين الكلستر والكلستر الثاني اقل من شبر، والكلسترات فوق بعض اهو رصة كويس، فما فيهاش مشكلة خالص. احنا قلنا 5 كلسترات في المتر او 1.20 متر. لو احنا جينا على الطماطم المحمي، ادي كلستر اهو والكلستر الثاني تحت اهو، ادي 1 2، ادي 3 4، 5 كلسترات في مسافة أعلى من ال5 كلسترات التانيين في الطماطم المكشوفة. طبعا لأنها محدودة النمو فالإنتاج فيها بيكون أكتر، لأن المسافات بتاعتها بتكون ضيقة زي المسافة دي كده، هي الصنف كده لأنه مكشوف. أما المحمي بما أنه هو في استطالة في غير محدود النمو، وبالتالي بينزل ويتألم وينزل ويتألم، فعدد الكلسترات هنا بتكون في النهاية أكتر. فاحنا حبينا نتكلم عن التجربة من حيث الوقت الحالي، بقالنا 2 شهر و10 أيام زارعين الطماطم دي، 2 شهر و10 أيام بالظبط، لكن الانتاج بتاعها اهو، التحميل بتاعها اهو، شكل الحبة بتلمع اهو، ما فيهاش فيها اي فرق بينها وبين المحمية. يعني لما تتجمع هتتجمع انها طماطم محمية، وهتدخل السوق على انها طماطم محمية. الصنف مكشوف لكننا زرعناه زراعة محمية. تمام كده؟ بس كده. فالافضل ان انت لو عندك بيت وزرعه محمي ما تخلطش معاه او ما تزرعش معاه طماطم مكشوف، عشان دي هتقف او هتخلص قبل دي. اما لو البيت كله مكشوف ما عندكش مشكلة، تاخد منها 5 6 كلسترات وتقلع.
مفيش مشكلة خالص، تمام كده. وبتبدأ تزرع محصول تاني خالص لو خيار. الكلام ده لو المسافة ضيقة، لو انت مثلا عايز تعدي فترة معينة قيمة شهرين والمحصول الرئيسي عندك مثلا محصول خيار وليكن، وعندك البيتين بس فاضيين وسط مجموعة، ممكن تحطهم طماطم مكشوف عشان خاطر الانتاج بتاعهم هيكون غزير والسعر ان شاء الله يكون كويس. وبالتالي انا عايز شهرين، هحضر الطماطم المكشوفة دي شهرين وابدا اقلع وازرع المحصول الرئيسي اللي بالتالي انا اكون مجهزه في المشتل. وبكده انا استفدت، بدل ما البيت عندي يكون فاضي لمده شهرين، لا انا جهزت وزرعت طماطم وقلعت الطماطم وزرعت المحصول الرئيسي بتاعي بس كده. نشوفكم في فيديو جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.